السلام عليكم، هذا الفيديو تحمل إلى نقطة 9 تحكي فيها عن الأنظمة الجلدية الأخيرة. في البداية بدنا نتعرف على الليفل أوف ديزيز. هلا كل مرض بيكون موجود داخل المجتمع بعدد كيسات معينة. هاي الكيسات الكافية اللي ضلها السنة الماضية وهاي السنة والسنة الجاية المفروض إنها تكون ثابتة بثبوت عامل. العامل الأول إنه ما يصير في عندنا أي انترفنشن يأثر على الأوكيرنس أوف ديزيز، اما نزيدها او نقصها. مثلا ما يصير في عندنا فاكسينيشن وبالتالي نقلل من الاوكيرنس اوف ذا ديزيز، او ما يصير في عندنا عامل معين يقللنا من عدد الكيسز. الشغله الثانيه، ما شيء ياثر على البول اوف سسبتبل بيرسون، الاشخاص اللي بيكونوا مرضى لهذا الانفكشن. فمثلا انه ينولدوا اشخاص جداد ما اخذوا الفاكسين، فبالتالي جدا من سسبتبل بيرسون، او مثلا نزيد من الكفرج تبع الفاكسين، فبالتالي نقلل من سسبتبل بيرسون. بتبادل هدول الشغلتين معدل حدوث المرض بكل سنة رح يكون ثابت، وبالتالي كل سنة رح يكون عدد الحالات من هذا المرض ثابت. هلا هذا الليفل تبع المرض الموجود داخل الكوميونتي بنسميه البيز لاين ليفل اوف ذا ديزيز، هو نفسه الاوبزيرفد ليفل، وهو نفسه كمان الاكسبكتد ليفل للمرض. هلا هذا الاكسبكتد او الاوبزيرفد ليفل مش بالضروره يكون نفسه البريفيرد ليفل. احنا بالعاده يعني بنتمنى او بنسعى لانه يكون في عندنا زيرو كيس من الانفكشن ديزيز، وعلى هالاساس بنحاول انه نعمل فاكسينيشن بروجرام وهاي كفرج ريت لحتى نوصل فعليا للزيرو كيس. لكن مش بالضروره انه يكون فعليا انا عندي زيرو كيس، عادي ممكن يكون في عندنا الكفرج ريت تكون 50%، وبالتالي يكون في عندنا كثير حالات من المرض، ممكن يكون لا حالات قليله اذا كان الكفرج ريت كثير عاليه. عاده الانفكشوال ديزيز حكينا بنسعى للزيرو كيس، لكن في عندنا عدد من الكيسات ممكن نوصل للزيرو كيس، زي مثلا بحاله السمول بوكس وهو فعليا زيرو كيس. هلا بينما الكرونيك ديزيز او النون كوميونيكابل ديزيز بهدول الامراض لا، في عندنا حدوث دائم لهذا المرض، في عندنا عدد كيسات دائم، مستحيل نوصل للزيرو كيس. لكن احنا الهدف من البروجرامز اللي بنعملها والتخطيطات الطبيه وهي الشغلات انه نحاول نقلل العدد قدر المستطاع. طيب مثال على هذا الحكي، مثلا هلا اخذنا دراسه لاربع سنين عم نحاول نشوف فيها قديش عندنا البيز لاين ليفل تبع بوليوميلايتس، وجدنا انه الافرج كان من 5 إلى 9 حالات، بس السنه اللي بعدها طلع عندنا عدد الحالات 7، فهذا بيتوافق مع البيز لاين ليفل اللي هو من 5 إلى 9، معناها انه انا هاي الجروب اللي ثابت وعدد الحالات ثابت وبيتوافق مع الاكسبكتد ليفل. بهذا السلايد الدكتوره حكت شوي عن الكانسر، كان الحكي انه شو هي العوامل اللي بتؤدي الى زياده عدد حالات الكانسر. في عندنا مثلا بعض انواع الاكل ممكن تكون مسرطنه، فبالتالي يزيد عندنا عدد حالات الناس المصابه بالكانسر، مثلا الراديشن دخل على هاي المنطقه، او مثلا الاصابه بانفكشنز معينين. والانفكشن حكت عن الهيومن بابيلوما فايروس اللي بيعمل لنا سيرفايكال كانسر عند الومن، الكابوستي ساركوما اللي بتعمل لها الايدز، الهيباتايتس بي ممكن يعمل لنا هيباتوما، في عندنا كمان الابشتاين فاير فايروس اللي ممكن يعمل لنا كيركس لينفوما وهوتشكن لينفوما، في عندنا كمان الشيستوسوما اللي ممكن يعمل لنا كانسر بالبلدر. هلا مثل ما حكينا انه لكل مرض في بيز لاين معين له، هذا البيز لاين بيختلف من مرض للثاني، بيختلف من دوله للثانيه. ممكن هذا البيز لاين يكون على شكلين، اما شكل انه بالمره ما في المرض زيرو كيس زي بحاله السمول بوكس، واي زياده او اي يعني كيس واحده بس زياده ظهرت في المجتمع فبهاي الحاله صار في عندنا ابدمنت، او ممكن يكون على شكل وجود المرض، يعني المرض فعليا موجود بكميات معينه زياده عن هذه الكميه او زياده بعدد الكيسز، فهون احنا صرنا بالابدمنت. طيب هلا بالنسبه لوجود المرض فبينقسم او بيكون على شكل 3 انواع. النوع الاول انه يكون في عندنا ريزيستنس ليفل لهذا المرض، يعني موجود المرض اكزيستنس بشكل دائم اوكي، لكن لو تو مودريت ليفل بنسمي هذا النوع اندميك ليفل. النوع الثاني انه يكون في عندنا ريزيستنس اكزيستنس لهذا المرض لكنه ات هاي ليفل، وبنسميه هايبر اندميك، يعني المرض موجود بصوره دائمه هون بلو ليفل هون بهاي ليفل، او انه المرض بيجي ويروح، يعني مش موجود بصوره دائمه، لكن بيجي المرض بيرجع بيختفي لفتره زمنيه معينه، بيرجع بيظهر وبيرجع بيختفي وهكذا. هلا الانترفل ما بين ظهوره واختفائه مش ثابت. هاي هي اشكال البيز لاين اي زياده بعدد الكيسز عن هذا البيز لاين بنسميها ابدم. هاي الابدمك يعني بتترافق مع مفهوم الاوت بريكس، نفس الفكره، لكن الاوت بريكس بنحكي عن شورت بريف بشورت بريف ابدمك، يعني بكون لفترات زمنيه قصيره، بينما الابدمك عاده بتكون لفتره زمنيه اطول. عدم الصراحه هلا وجود هذا او زياده بهاي الكيس اذا كانت بس مقتصره على منطقه معينه او دوله معينه من الابدمك،
هذا إذا أثرت على كل العالم كما نسميها بانديميك، مثال عليها إذا الفلو والسواين فلو، الإيدز برضه صار بانديميك أو بالأحرى بانديميك. بالنسبة للإنديميك ديزيزز في عندنا مثال عليها الملاريا بأفريقيا، في عندنا الشستوكوما بإيراق وإيجيبت، في عندنا كمان الأشميميا ببعض الدول بأمريكا الجنوبية، في عندنا تايفويد فيفر، في عندنا مثلا الهيباتايتس بي، المالتا فيفر، كلياتهم بيكونوا إنديميك بمناطق معينة. السبب فيها أو إنه ليه إنديميك بهاي المنطقة موجود بشكل مستمر، إنه في عندنا سيرتن إنفايرمنتال فاكتور بيكونوا موجودين بهاي المناطق بتأدي إلى وجود المرض بشكل مستمر، بينما مش موجودة بمناطق ثانية عشان هيك المرض مش موجود. طيب هلا شو هي الأسباب اللي بتأدي إلى حدوث الأوتبريكس أو الإنديميك؟ هاي الأسباب بتتمثل بتغيرات صارت على العوامل اللي بتأدي إلى ظهور هذا الإنفكشن. حسب الإبيديميولوجيكال تريد اللي حكينا عنه، إنه في ثلاث عوامل بتأدي إلى ظهور الإنفكشن ديز، من الأجنت الهوست سستر الهوست والعامل الثالث الإنفايرمنت. فمثلا أي تغير على الأجنت أو على سستر الهوست أو على الإنفايرمنت بتأدي إلى زيادة بحدوث الإنفكشن. مثال عليها مثلا نسيف لنا انكريز على الاماونت للايجنت او الفيريلنس تبعت هذا الايجنت، فزادت كميته او زادت قوته، فبالتالي صار يعمل لنا انفكشن لناس مثلا اميون. الشغله الثانيه نسيف لنا انتدكشن للايجنت بمناطق عمرها ما تعرضت لهذا الايجنت، فبالتالي ما عندها اميونيتي ضده، وبالتالي مجرد ما يدخل هذا الايجنت على هاي المنطقه فرح يعمل لنا انفكشن بمستوى واسع لانه كل العالم بتخصص الكوفيد. يصير فينا انهانسمنت على المود اوف ترانزميشن، مثلا يصير فينا اكثر من فيكتور بينقلوا هذا الدزيز، فبهي الحاله صار فينا زياده على عدد الزياده على الاكسبوجر لهذا المرض. ممكن يصير فينا تشينجز على السستبل بيرسون، مثلا تزيد السستبلتي للانفكشن، يظهر عندهم امراض معينه بالاعتماد على عامل العمر، مثلا الاميونيتي تبعتهم تقل، يصير اميونو كومبرومايز، وهذا الشيء بيزيد لنا السستبلتي وبيزيد من النمبر كميه الكيسز. مثلا يصير في عندنا زيادة على الإكسبوجر، كيف؟ يصير في عندنا زيادة، في عندنا نيو بورتال أوف إنتري للمايكرو أورجانزم، كان زمان يفوت بس عن طريق الفيكو أوريجو بطريقة ما، صار كمان يفوت عن طريق السبايراتري تراكت، فهذا الشيء بيؤدي إلى حدوث الإنفكس. هلا الإنفكس تظهر على شكلين، إما كومن سورس إبدمكس أو بروجيتد إبدمكس. شو الفرق ما بينهم؟ إنه الكومن سورس إحنا عم نحكي عن سنجل سورس لهذا الإنفكشن، يعني مثلا كان المصدر تبعه مطعم واحد، هذا المطعم عمل اكل مسمم، فكل الناس اللي اكلت من هذا المطعم رح يصير في عندها الانفكشن، وبالتالي هذا هو سبب زياده الكيسز. بينما البروبوجيتد عم نحكي عن اكثر من مصدر للانفكشن، فمثلا اكثر من مطعم كانوا بيعملوا اكل مسمم، فبالتالي الناس اللي اكلت من هذا المطعم من هذا المطعم من هذا المطعم كلياتهم رح يصير في عندهم الكيسز. هلا عادة الكومن سورس عم نحكي عن ريزرفوار يكون انفايرمنتال بالعادة، بينما البروبوجيتد لما بيكون الريزرفوار هيومن، وبالتالي الأمراض بتنتقل من بيرسون تو بيرسون. كل شخص بيتعرض للإنفكشن بيقدر إنه ينقلها لغيره، وبالتالي كل انفكتد بيرسون بيصير سورس لهاي الإنفكشن. هلا الكومن سورس بنشوفها على ثلاث أشكال، إما بوينت إما انترميديت أو كونتينيوس، والبروبوجيتد مش حركز عليها كثير. طيب مرة ثانية بنعيد مفهوم الكومن سورس، حكينا انه يكون في جروب اوف بيرسون اكسبوزد للكومن نوكسيوس انفلونس، للكومن يعني سنجل سورس من سورس هاد الانفكشن، كلياتهم تعرضوا له، وبالتالي كلياتهم كان السبب بالانفكشن تبعهم هو نفس السورس. هلا عادة الكومن سورس اوتبريك حكينا انها ثلاث اشكال، اول شكل اللي هو بيكون بوينت سورس اوتبريك، مجرد ما نشوف كلمة سورس اوتبريك او كومن سورس اوتبريك معناها عم نحكي عن single source لهذا الانفكشن، بما انه بوينت فعم نحكي عن brief period of time، يعني حدوث الاوتبريك لفتره زمنيه قصيره. ليش لفتره زمنيه قصيره؟ لانه كل العالم صار لهم الاكسبوجر لهذا الانكسيوس انفلونس او لهذا التوكسين او لهذا الانفكشوس ايجنت بنفس الفتره الزمنيه، بنفس اليوم اكلوا من هذا المطعم او بنفس اليوم شربوا من هذا الكونتامينيتد ووتر، بعد هيك خلص خلص هذا الاكل من المسمم او خلص حلينا مشكله الووتر اللي كان فيه كونتامينيشن، فبالتالي كل هدول الناس صار لهم اكسبوجر بنفس الفتره، كلياتهم رح يمروا بنفس الانكيبيشن بيريد، مثلا الانكيبيشن بيريد 5 ايام، وكلياتهم الانكيبيشن بيريد بتبدا من نفس اليوم وبتنتهي بنفس اليوم، وكلياتهم تقريبا بيظهر عندهم المرض بنفس الفتره الزمنيه وبعدين بيرجع بيختفي. فعشان هيك point source update بيحدث over a
brief period of time. وكلياتهم بصير لهم developing the disease at the end of the same incubation period. مثال عليها الاندميك اوف لوكيميا عند الناس اللي باليابان تعرضوا لهيروشيما. هلا بعد ما سقطت هيروشيما كل العالم صار لهم اكسبوجر بنفس الفتره الزمنيه للريسك فاكتور، وبعد هيك كلهم مروا بنفس الانكيوبيشن بيريود وظهر عندهم المرض بنفس الفتره الزمنيه اللي هو اللوكيميا. المثال الثاني على البوينت سورس الدمك اللي هو الهيباتايتس اي. فمثلا كان في عندنا مجموعه من الفوتبول بلاير راحوا على مباراه، هلا اثناء هاي المباراه كلياتهم شربوا من ووتر سورس كان كونتامينيتد، فكلياتهم شربوا من نفس السورس، مروا بنفس الانكيبيشن بيريود، وبالنهايه صار في عندهم ديفلوبمنت للديزيز ات ذا اند اوف الانكيبيشن بيريود مع بعضهم البعض. هلا عمليه تمثيل البيانيه للابدمكس بنسميها الابدميولوجيكال كيرف، وهو عباره عن برزنتيشن لشغلتين التايم والنمبر اوف كيسز. بالنسبة للبوينت سورس ابدمك لو اجينا نمثلها حنلاحظ انه لو هي هيك حنلاحظ انه كل الناس بصير لهم اكسبوجر من نفس السورس بهاي النقطة، بمروا بنفس الانكيوبيشن بيريود، وبنهاية الانكيوبيشن بيريود بتبدا بداية ظهور الديزيز يبين 1 ويك، وبيرجع مرة ثانية بقل عدد الكيسز لحد ما كل الناس تنشفى من المرض. هذا النوع من كيرف بنسميه السنجل بيك كيرف، هو بيمثل لنا البوينت سورس ابدمكس. طيب لنحكي اكثر عن البوينت سورس ابدمكس، حكينا انه هو عباره عن ديزيز، او هو عباره عن انه كل الكيسز بتعمل ديفلوبينج للديزيز افتر 1 انكيوبيشن بيريود. اوكي، والشغله الثانيه بدنا انه بوينت سورس كومن اوتبريكس، فاحنا هون عم نحكي عن سنجل سورس، وحكينا انه عادة ما بيكون human source، ما بينتقل يعني person to person spread. ليش؟ لأنه إذا person to person spread طلعنا من فكرة إنه هو بس single source، بنحكي عن كل شخص infected حيصير source to disease، وبالتالي صار فينا different sources. هلا هذا النوع من ال outbreak بيتميز إنه at short duration. short duration ليش؟ لأنه حكينا فكرة كل الناس بصيرهم exposure بنفس الفترة الزمنية، كلياتهم بيمروا ب incubation period واحدة، وكلياتهم بيعملوا developing the disease بعد نهاية ال incubation period، فبالتالي فترة حدوث المرض للمجموعة كاملة زي كأنها فترة حدوث المرض لشخص واحد، عشان هيك في short duration of time. حكيناها انه بكون في عندهم single brief exposure ل single source، وبصير عندهم development ل disease. وحكينا examples ثانية زي مثلا مجموعة من الناس أكلوا من نفس الأكل فصار عندهم diarrhea disease، او مثلا مجموعه من الناس تعرضوا لفيوم وبالتالي كلياتهم صار عندهم respiratory illness بعد الانكيوبيشن بيريود للفيوم. مثل ما توقعنا البوينت سورس outbreak كيرف بده يكون شكله كالتالي. هالحين انه هون الاكسبوجر للريسك فاكتور، مثلا التمثيل البياني عاده هي التايم هون بيكون، وهي هون النمبر اوف كيسز، عاده التايم بالديت، وعاده النمبر اوف كيسز بيكون 1 2 3، او ممكن اذا عدد الكيسات كبيره كان قسم 5 او 10 او غيره. هلا بما انه عم نحكي عن بوينت، فكلياتهم تعرضوا للاكسبوجر من نفس السورس و at the same time، كلياتهم اكلوا من نفس الاكل او كلياتهم شربوا من نفس الميه بالفتره الزمنيه الواحده، بعد هيك كلياتهم مروا بنفس الانكيوبيشن بيريود. هون اول حاله ظهرت الديزيز بنهايه الانكيوبيشن بيريود، تقريبا هون الانكيوبيشن بيريود كان 6 ايام او 5 ايام، بعدين ظهرت اول حاله. فهاي الفترة الزمنية ما بين الاكسبوجر واول كيس بتظهر بنسميها المينيموم انكيوبيشن بيريود. اوكي، بعد هيك بلشت الكيسز هي عم بتزيد عم بتزيد عم بتزيد، وصلنا للبيك، بعدين بعد البيك رجعنا نزلنا ورجعنا للزيرو كيس بنهاية هاي الفترة الزمنية. بنلاحظ انه اذا هذا التمثيل كان بالايام فتقريبا يعني خلينا نقول انه هاد 30 يوم، تقريبا 20 يوم وكان الاوت بريك كله مخلص. هلا ممكن على هيك رسمه يجينا اسئله زي انه احسب المينيمال انكيوبيشن بيريد والماكسيموم انكيوبيشن بيريد، طبعا الافرج انكيوبيشن بيريد هي الافرج ما بين الاثنين. كيف نحسب المينيمال انكيوبيشن بيريد؟ كل سؤال معطيك انه الاكسبوجر صار باليوم السادس من شهر 6 مثلا، والاول حاله ظهرت كانت باليوم العاشر من شهر 6، فالمينيمال انكيوبيشن بيريد هي بتكون 10 ناقص 5 يعني 5 ايام. الماكسيموم انكيوبيشن بيريد بنحسبها لما بيعطينا معلومه انه اخر كيس ظهرت لا الديزيز كانت بتاريخ 21/6، فبنقول 21 ناقص الاكسبوجر اللي كان 5 ايام، وبالتالي 20 ناقص 5 بيطلع عندنا الماكسيموم انكيوبيشن بيريود. بنلاحظ انه كل الكيسز حدثت ما بين او ظهور الديزيز ما بين المينيموم والماكسيموم انكيوبيشن بيريود. فالبوينت سورس ابدمكس
بنلاحظ انها خصائصها بتصير على شورت بريف تايم، سببها سنجل اكسبوجر ات فروم سنجل سورس، وكلياتها ظهرت الكيسز at the end of the incubation minimum incubation period، ووقعت ما بين المينيموم والماكسيموم انكيبيشن بيريد، الكير تبعها بيكون سنجل بي. فينا انه اعملي كان سنجل سورس للانفكشن. اذا كان الاكسبوجر مش مره واحده، يعني صار كأنه different exposure over a period of time، معنى انه هذا السورس كانفكشن ضل مستمر لفتره زمنيه طويله، يعني ضلت المي contaminated لاسبوع او لشهر، او ضل مثلا هذا الاكل المسمم موجود بالمطعم لاسبوع، وبالتالي كل الناس اللي اكلت من هذا الاكل خلال هذا الاسبوع رح تعمل ديفلوبينج للديزيز، رح يظهر الناس على شكل مجموعات تعرضت لهذا السورس. هلا بهاي الحاله بنسميه كونتينيوس ابدمك او كونتينيوس اوتبريك. هلا خصائصه انه في عندنا سنجل سورس للانفكشن، لكن الاكسبوجر له كان على اوفر بيريد اوف تايم، يعني كان في عندنا مالتيبل اكسبوجر له. فلو ان مثلا هاي صار في عندنا الاكسبوجر الاول، السورس مستمر لاسبوع، هاي الاكسبوجر الاول خلال اول يوم، الانكيبيشن بيريد 3 ايام، فبنستنى 3 ايام بيظهر هون اول ناس عندهم المرض. طيب في ناس صار عندهم الاكسبوجر هون، فهي ظهر عندهم المرض هون. في ناس صار عندهم الاكسبوجر ثالث يوم، فهي ظهر عندهم المرض هيك. في ناس مثلا ظهر عندهم المرض رابع يوم، فهي هون صار عندهم هيك مثلا، وهكذا. فهي الفكره الزمنيه، الفكره فيها انه في عندنا continuous exposure لهذا السورس للاشخاص، فعشان هيك كان في عندهم prolongation للانكيبيشن بيريد. مش عم نحكي انه كل الاشخاص كان عندهم نفس الانكيبيشن بيريد. الشغله الثانيه بصير في عندنا widening على البيك تبعت الديزيز، فمن خصائصه للكيرف تبع الكونتينيوس اوتبريكس انه حيصير في انه وايدننج على البيك تبعت الابدوميك كيرف، نتيجه انه كان في عندنا سنجل سورس لكن الاكسبوجر كان مالتيبل اوفر ذا تايم. النوع الثالث من الاوتبريكس اللي بتكون ناتجه عن سنجل سورس هو الانترميتنت، تشبه فكره السبوراديك. الفكره هون انه انا في عندي سنجل سورس، هذا السنجل سورس عماله بيروح وبيجي، بيظهر فجأة بيرجع بيختفي، لا بيعمل لنا الابديت بعدين بيرجع بيختفي، يمكن 10 سنين بيرجع بيظهر، بيرجع يختفي ل 100 سنة وبيرجع بيظهر وهكذا. ففي عندنا irregular pattern لظهور الديزيز ناتجة عن انه الريسك فاكتور او السورس عم بيختفي وبيجي. اهم شغلة انه عم نحكي عن سنجل سورس. طيب للتفصيل اكثر عن الكونتينيوس اوتبريكس، مثل ما حكينا انه في عندنا بما انه سورس اوتبريك عم نحكي عن سنجل ناتشوز او نحكي عن سنجل ايجنت، الاكسبوجر كان لهذا الايجنت كونتينيوس اوفر ا لونج بيريد اوف تايم، مش مثل البوينت كان اوفر ا بريف شورت بيريد اوف تايم. هلا شو السبب انه في عندنا كونتينيوس اكسبوجر؟ لانه هذا السورس اللي عماله بيعمل لنا الانفكشن ما صار له علاج او ما حليناه، اوكي does not get fixed، يعني الميه ما عالجناها ضلت contaminant لاسبوع او لشهر، او المطعم ما سكروا على طول ضل مثلا شهر وعم بيشتغل بالكود المسمم، فعلشان هيك صار في عندنا continuous exposure لهذا السورس وعمل لنا الابدمك ك continuous. طيب هلا مهم نعرف انه بهذا النوع من الاوتبريك احنا ما عم نحكي عن امراض انتقلت من شخص للثاني، ما في person to person transmission، عم نحكي من source single source، ومثل ما حكينا عادة هذا source بده يكون environmental أو لا أشخاص ثانيين، أوكي؟ لكن ما في person to person transmission. طيب بمجرد ما تخلص ال incubation period اللي هي بنسميها maximum incubation period تبع الديزيز، خلص ما بترجع تظهر ولا أي كيس جديدة، يعني استمر هذا الووتر contaminated لمدة أسبوع. طول هذا الاسبوع عم بصير في عندنا اكسبوجر بديفرنت بيريود، وبعدين بالاعتماد بديفرنت يعني تايمز، وبالاعتماد على اذا كان في انكيبيشن بيريود اسبوع فهو بلش باليوم الثاني من الاسبوع تبع السورس، بده بعد اسبوع يظهر عنده المرض، مثلا هذا كان اخر يوم بالاسبوع بده يظهر كمان لسه بعد اسبوع، فهي هي الفكره فيها. هلا كان هي سابع يوم لوجود الكونتامينيتد سورس، بنستنى اسبوع بعده، وهون الاسبوع هذا بنهايه هذا الاسبوع بيمثل لنا اخر كيس ممكن تظهر فيها المرض، بعد الانكيبيشن بيريد ما بيرجع بيظهر لنا ولا اي حاله جديده. اوكي لتمثيل الكيرف تبع كونتينيوس سورس، هاي صار في عندنا اكسبوجر هون، بلشت فكره الاكسبوجر، هاي بتمثل لنا الانكيبيشن بيريد اللي ممكن يصير فيها ديفرنت اكسبوجر. هلا مثلا الانكيبيشن بيريد كانت 3 ايام، فهي عندنا اول اكسبوجر، اول جروب باول يوم اكلت من هذا المطعم، هي صار عندهم ديزيز، هاي بنسميها المينيموم انكيبيشن بيريد. اوكي في
في ناس صار عندهم اكسبوجر مره ثانيه مثل من هذا المطعم اللي صار عنده فيه اكل زمان ظهر عندها ديزيز هون مثلا. اوكي في ناس اكلت بعد ثلاث اربع ايام من نفس المطعم فبالتالي ظهر عندهم ديزيز. فبنلاحظ انه في عندنا حيها انكيوبيشن بيريود بعدين بنلاحظ شكل ويفي وايدنينج على الكيرف. ما في عندنا سنجل ديفايند بيك، هاي بتمثل لنا كلياتها فتره الاكسبوجر. فهون كان هاي بتمثل لنا الماكسيموم اكسبوجر، هاي المينيموم اكسبوجر. الماكسيموم اكسبوجر هي بتمثل لنا اخر حدا ظهر عنده الديزيز. اوكي بعدها حكينا ما في ولا اي نيو كيس بتصير. اما بالنسبه للنوع الثالث من الكومن سورس اوتبريكس واللي هم الانترميتنت، هذا النوع بهمنا نعرف عنه انه السورس ما صار عليه ويل كنترول. يعني عملنا كنترول على هاي الكونتامينيتد ووتر لفتره زمنيه قصيره، لكن رجع مره ثانيه صار عليها كونتامينيشن، فرجعت الاوتبريكس حدت من جديد، فهي بتعتمد على دي اوكيرنس ديزيز لانه السورس ما صار عليه ويل كنترول. فاختفى لفتره هذا السورس ورجع ظهر مره ثانيه فرجع صار عندنا اوتبريكس، ففي عندنا اوتبريكس متقطعه كل فتره بتيجي. هلا لازم نعرف انه الانترفال ما بين هدول الاوتبريكس مش ثابته، الريجولر مش معروف امتى ممكن يرجع السورس يظهر ويصير في عندنا الاوتبريكس. هلا عاده الانترميتنت اوتبريكس بنشوفها بالسورسز اللي بتظهر سيزونالي، يعني مثلا حدوث الكومن كولد او الفلو بيتصل الشتاء. بنلاحظ انه كل شتاء بصير في عندنا اوتبريكس سيرفيسز خلال الفصل، بعدين بيرجع بيختفي السورس تبع الديزيز لفتره زمنيه معينه، بيرجع الفصل اللي بعده او الشتاء السنه اللي بعدها بيظهر الديزيز وهكذا. فبنلاحظ انه حيكون المرض على هذا الشكل، يعني هي في عندنا هون كيسز انتهوا، بعدين في عندنا فتره ما صار فيها كيسز، بعدين ترجع مره ثانيه السورس بيعمل لنا كمان كيسز، اختفى السورس يرجع مره ثانيه يعمل لنا كيسز. ليش هو عباره عن كومن سورس؟ لانه اللي بيختفي وبيظهر هو الكيسز، مش سبب انه كل شوي بيرجع يصير فينا outbreaks انه في عندنا person to person transmission. ليه؟ لانه ممكن يصير في لخبطه ما بين الانترميتنت وما بين البروبوجيتد، لكن فكرته واضحه هون انه السورس هو اللي بيختفي وبيرجع. كمان مثال ممكن يوضح الموضوع اكثر، مثلا في مصنع عماله بفضي العوادم تبعته داخل مي، فنهايه كل شهر بيروح بصب العوادم بالبركه. هلا بداية الشهر الجديد بيظهر عندنا outbreaks للديزيز عند الناس اللي شربوا من هذا المي. بعدين المرض بيختفي لأنه خلص ما في قضايا للعوادم تبعون المصنع بهاي المي فما في ولا كيس. بداية الشهر اللي بعده بيظهر عندنا كمان نيو كيس لأنه المصنع راح فضى بنهاية الشهر العوادم اللي عنده، بعدين بيرجع بيختفي، بعدين بيرجع بيظهر وهكذا. الفكرة فيها إنه ما في عندنا ويل كنترول لهذا السورس فبالتالي بصير في عندنا ري اوكيرنس لهذا الديزيز. هلا لازم نعرف انه الانترميتنت مثل ما حكينا ما فيها بيرسون تو بيرسون ترانزميشن، هاي خاصيه لكل الكومن سورس اوتبريكس انه انتقالها مش بيرسون تو بيرسون. ليه؟ لانه بيرسون تو بيرسون بتعطينا سيفيرال سورسز لهذا الديزيز، بينما بالكومن سورس في عندنا سنجل سورس لهذا الديزيز. في تميزها عن البروبوجيتد، هاي الفكره الاولى انه ما في عندنا بيرسون تو بيرسون. الشغله الثانيه الفتره الزمنيه ما بين الاوتبريك الاولى والثانيه ما بتمثل لنا الانكيبيشن بيريود تبع المرض، لا بتمثل الفاصل الزمني ما بين الاكسبوجر مره ثانيه للسورس او ما بين الظهور الثاني للسورس، لكن ما بيمثل الانكيبيشن بيريود مثل بالبروبوجيتد. الشغله الثالثه بنلاحظ انه هي في عندنا ديفرنت بيكس، وهدول الديفرنت بيكس مش انه بيكون مثلا هون قليل وبيبدا يزيد، وفي البيك الثاني او الاوتبريك الثاني بيكون عدد الناس اللي فيها اعلى، الثالثه اعلى، لا عادي بتعتمد على قديش عدد الناس اللي صاروا لهم اكسبوجر لهذا السورس، ممكن هون يكون واطي وهون يصير اعلى وهون يرجع يقل وهكذا. اما بالنسبه للبروبوجيتد فبنلاحظ انه اول ناس بيصابوا بالمرض بيكون عددهم قليل، بعدين بيبدا يزيد تدريجيا. هلا مع الوقت بنبطل نشوف او مع زياده الكيس بنبطل نشوف هاي المنطقه الفاضيه ما بين الجروب الاول والجروب الثاني اللي بتمثل الانكيبيشن بيريود، وبصيروا فجاه عددهم كثير كبير وبنرجع لبعضهم البعض، يعني تدريجيا على بعضهم البعض، وهذا اللي يميز البروبوجيتد اوتبريكس. مثل ما حكينا الانترميتنت هي بنشوف على شكل مجموعات من الاوتبريكس بتفصلهم انترفلز مش ثابته. على شو بتعتمد هاي الانترفل؟ على متى بيرجع السورس مره ثانيه بيظهر. هون ظهر السورس، صار في عندنا اكسبوجر، صارت الاوتبريك، رجعت مره ثانيه بتكون على شكل بوينت، بعدين ترجع مره ثانيه بيختفي السورس، مره ثانيه ظهر السورس، صار في عندنا الاكسبوجر، رجع ظهر وهكذا وبتستمر. اهم شيء انه هاي الفتره ما بتمثل لنا الانكيبيشن بيريد، ركزوا ما بتمثل الانكيبيشن بيريد، هي بتكون ايريجولر. اذا انتقلنا للنوع الثاني من الاوتبريك اللي بيكون سبيت فيها بيرسون تو بيرسون، لو نحكي بيرسون تو بيرسون يعني طالما فكره الكومن سورس، لانه كل شخص بينعدى بالمرض بصير سورس للمرض، وبالتالي صار في عندي اكثر من سورس للمرض. فهون عم نحكي عن البروبوجيتد اوتبريكس. هلا بحاله البيرسون تو بيرسون سبريد
انك تعمل كنترول على السوشيال، مش كافي عشان تمنع الاوتبريك. ليش انا ما فيك تعمل كنترول على كل الاشخاص اللي جد انفكشن، وبالتالي مستحيل تقدر تعمل كنترول على الاوتبريك ككل. طيب هلا في شيء بنسميه الاندكس كيس. الاندكس كيس او برضه البرايمري كيس هي عباره عن اول شخص اخذ الانفكشن او اول شخص سيرف از سورس. مثلا شخص راح على افريكا ورجع بملاريا، هذا بنسميه الاندكس كيس، اول شخص ظهر عنده المرض. هلا هذا الاندكس كيس بيمكن بينقل المرض مع مثلا خمس اشخاص تعامل معهم فنقل لهم المرض، فهدول بنسميهم السكندري كيسز، الناس الثانيين اللي ظهر عندهم المرض. طيب بعد هيك هذول الناس الثانيين رح يتعاملوا مع ناس ثانيين، وبالتالي يصير في عندنا مجموعه ثالثه ناس صوروا المرض، نفس الفكره هذول الثانيين رح يتعاملوا معهم، ناس رابعين وهكذا، مش فاهم هذول الرابعين، المهم وتعاملوا مع ناس بعدهم فصار في عندنا انتقال للمرض. هلا برضه البروبيجيتد ممكن نسميه بوينت سورس وذ سكند ترانزيشن. البوينت سورس هو الاندكس كيس، يعني هو كان سنجل سورس نقل المرض، بعدين سكند ترانزيشن اللي راح هذا السورس نقله لاشخاص ثانيين. هلا هذول الاشخاص الثانيين مش بس اخذوا المرض، لا كمان صاروا سورس للمرض ونقلوهم لناس بعدهم وهكذا، عشان هيك برضه اسمه بوينت سورس وذ سكندري ترانزيشن. متى البروبيجيتد انفكشن او البروبيجيتد اوتبريكس بتوقف؟ بتوقف في حال انه بطل في عندنا سستبل بيبول لهذا الانفكشن، كل الناس اللي كانوا سستبل انعدوا في الانفكشن وبعدين صاروا يعني وبطل حدا ممكن انه توصل للانفكشن، او في حال صار في عندنا كنترول ميجر مثلا زي الايزوليشن اللي عملت على انه خلص تحددنا من انتشار المرض وبطل في عندنا النيو سورس للديزيز. اوكي مثل ما حكينا انه لما بيكون المرض بينتقل من بيرسون تو بيرسون، البيرسون بيشتغلوا كسورس فهو نسميناه بروبوجيتد اوتبريكس. هلا بحالة بروبوجيتد اوتبريكس حكينا الفكرة الأساسية فيه انه بينتقل بيرسون تو بيرسون بغض النظر شو طريقة الترانزيشن. ممكن تكون طريقة الترانزيشن دايركتلي يعني زي سكشوال ترانزيتد ديزيز مثل سيفلس، وعادة هدول سكشوال ترانزيتد ديزيز بيكونوا ناجين عن الاكسترا مارايتال ريليشن شيب، لأنه بيكون في مالتيبل بارتنر للشخص، وبالتالي ممكن ينقل المرض لأكثر من حدا وبينطبق عليها مفهوم البروبوجيتد، بينما المارايتال ريليشن شيب ما بتعمل لنا بروبوجيتد اوتبريكس. برضه الاكسترا مارايتال ريليشن شيب اللي بدهم تعملوا اللي هو البروميسكيوس ريليشن شيب، فخذوا بالكم. طيب ممكن الترانزيشن يكون اندايركتلي، مثلا وجود الهيكل تنقل الانفكشن من شخص لشخص ثاني، بس رجعنا لنفس المفهوم بيرسون تو بيرسون بغض النظر عن طريقه الترانزيشن. بيطلع عليها الهيباتيتس بي والاتش اي بي اللي بينتقلوا عن طريق النذر شيرنج ما بين الناس اللي ممكن تكون مدمنة على المخدرات. ممكن تكون فيكتور بورن زي بحاله اليالو فيفر تنقل الموسكيتو، او بحاله الملاريا اللي تنقل الانفلس موسكيتو. هلا بحالة البروبوجيتد ابدومين الكيسز بدهم يكونوا لهم اكثر من انكيبيشن بيريد، فالاندكس كيس اجى هاي الاندكس كيس تعرض للاكسبوجر ريسك فاكتور انكيبيشن بيريد ظهر عندنا الاندكس كيس. هلا بعد هيك الاندكس كيس راح يتعامل مع خمس اشخاص، مثلا خمس اشخاص انتقل لهم المايكرو اورجانيزم فترة انكيبيشن بيريد لهم، بعدين ظهر عندهم الديزيز. بعدين هدول خمس اشخاص تعاملوا مع 10 ثانيين، ف في هون incubation period لهدول العشرة، بعدين ظهر عند هدول العشرة الديزيز وهكذا. بس في عنا multiple incubation period، وأكيد في عنا multiple sources للإنفكشن. أوكي هلا البروبوجيتد حسب هذا المبدأ بيحكي لك إنه المفروض يكون شكله مثل شكل الانترميتنت سورس outbreak، إنه بيكون في عنا أكثر من incubation period وبتفصل ما بين الجروبز اللي انتقل لهم المرض. هيك في عنا incubation period فاضية وبظهر المرض، لكن هذا ثيوريتيكلي. لكن البراكتيكلي اللي صار لا، انه في عندنا اوكي اول مثلا الاندكس كيس في انكيبيشن بيريود فاصل ما بينه وما بين السكند ترانزيشن، السكند ترانزيشن فيه برضه انكيبيشن بيريود فاصل ما بين الثيرد ترانزيشن، بعد هيك بنلاقي فجاه انه صار في عندنا ميرجنج على الكيسز صارت بهذا الشكل وبطل في عندنا انكيبيشن بيريود ظهر. ليش؟ لانه صار في عندنا زياده كثير كبيره على عدد الكيسز، بحيث انه بطلت الانكيبيشن بيريود مبينه ما بينه، فصاروا زي كانهم على شكل مجموعه، يعني كلياتهم لهم انكيبيشن بيريود وحده، لكن فعليا في عندهم هون اكثر من انكيبيشن بيريود بيناتهم. الفكره الثانيه البروبوجيتد سيبريت بيكون عباره عن اندكس كيس اخذت المرض اللي كانت السورس، بعدين صار في عندنا ديفلوب للانفكشن للسكندري كيس، السكندري للتيرشري وهكذا. هلا حكينا الفكره في انه بده يكون في عندنا سيريز من الانفكشن مفصولين عن بعضهم البعض بالانكيوبيشن بيريود. طبعا في عندنا 1 انكيوبيشن بيريود اللي هي يعني نفس المده الزمنيه بتفصل ما بين هون وهون ما بين هون وهون ما بين هون وهون وهكذا. بهاي الحاله حكينا يعني هاي اعاده انه فينا نمنع
الابدنك اللي هتضلها مستمره، يا اما بتقل عدد السسبتبل انديفيدوال او ان في كان بريفنتيف ميجر كويسه كويسه تنفذ الخبره. هلا هاتشيكال الكير تبع البروبوجيتد خاصه في عندنا الاكسبوجر للاندكس كيس انكيبيشن بيريود ظهر عندنا اول حاله من الاندكس كيس. اوكي بعد هيك الاندكس كيس راح يتعامل مع هدول العالم فبالتالي نقل لهم المرض. هدول عشان يصير لهم ديفلوبمنت ديزيز بدهم بالبدايه يمروا بمرحله الاكسبيشن، فهي هي الانكيبيشن بيريود. ظهر عندنا هدول الناس الثانيين او سكند جنريشن اللي صار في المرض، هدول راح يتعاملوا مع ناس هون فبالتالي نقلوا لهم المرض، فظهر عندنا هي انكيبيشن بيريود قبل هدول وظهر عندنا هيك المرض نفس الفكره. لكن بعدين شفنا صار في عندنا ميرجنج على الكيسز لانه زاد عددهم بشكل كثير كبير، فبطل في عندنا يعني زاد عددها فبطل كلياتهم بيعملوا نقل للمرض خلال نفس الفتره الزمنيه، فكل واحد صار له بدايه للانكيبيشن بيريود تختلف عن الثاني. هلا كيف نميزه؟ انه هي في عندنا هون هي الافرج انكيبيشن بيريود ما بين الاندكس كيس وما بين السكند ترانزميشن، ما بين سكند ترانزميشن والثالث ترانزميشن وهكذا. هلا هاي الافرج انكيبيشن بيريود ثابته، من خلالها فينا نحسب الانسيدنس ريت لعدد، نحسب السكند انسيدنس ريت، الثالث انسيدنس ريت، الفورث انسيدنس ريت وهكذا. اوكي وصلنا لاخر موضوع بهذا الفيديو، عمليه الانفستيجيشن للابد تكون على شكل مجموعه من الخطوات اللي بنحطها. اول خطوه هو انه نعمل جود دايجنوسز للاشخاص اللي احنا متوقعين انه عندهم هذا الديزيز، بنحاول فعلا نشخص صح حتى ما نحط بالستدي اللي احنا عم نعملها اشخاص تشخيصهم خطا، يعني هم ما عندهم هذا الديزيز الخاص بالابدمك اللي احنا عم نعملها. كيف ممكن فعلا نتاكد انه هدول الاشخاص فعلا عندهم هذا الديزيز؟ من خلال انه نعمل جود هيستوري فيزيكال اكزامينشن وجود لابوراتوري انفستيجيشن. ممكن لابوراتوري انفستيجيشن مثلا اذا عم ندور على تايفويد فيفر نعمل تذكر شايفه، من خلالها فينا نتاكد انه هذا الشخص عنده التايفويد فيفر او لا. بعد ما حددنا مين هم الاشخاص اللي فعلا عندهم هذا الديزيز وبالتالي حددنا قديش عدد الناس اللي مريضه خلال هاي السنه، اذا نعمل هون مقارنه فعلا هل عندي ابدمك ولا هذا البيز لاين ليفل الطبيعي. كيف بنعمل هاي الخطوه؟ من خلال انه نقارن الكيس عدد الكيسز خلال هاي السنه مع الكيسز للسنوات السابقه او مع الاكسبكتد ليفل للديزيز، ومن خلالها فينا نعمل كونفيرمينج او والله في عندي ابدمك لانه صار في عندنا زياده على عدد الكيسز عن البيز لاين. بعد ما والله تاكدنا انه في عندنا ابدمك بدنا نتبع الخطوه اللي بعدها هو اعرف شو سببها ومين هم الاشخاص اللي افكتد فيها عشان نعمل بريفنشن، نحاول نعالج الاشخاص نعمل بريفنشن. اكيد هذا هو الهدف من انه ندرس موضوع الابدمكس. هلا الخطوه الثالثه عشان نعرف شو السبب ونحاول نمنعه انه نروح نجيب هدول الناس اللي صار عندهم هذا المرض ونحاول نشوف شو الخصائص المشتركه اللي ما بينهم، مثلا شو اعمارهم، وين عايشين، شو كانوا يشتغلوا، وين باي جامعه بدرسوا، مثلا كلياتهم راحوا منطقه معينه مش عارفه. على سبيل المثال وجدنا انه من خلال هاي الدراسات تبع الكاركترستكس تبع هدول الاشخاص انه كلياتهم خلال شهر قبل ما ينصابوا بالمرض راحوا رحله مثلا على منطقه معينه. فاوكي هاي كان الاشي الكومون ما بينهم، بنحاول نشوف شو الاشي الكومون ما بينهم. بعد ما حددنا الاشي الكومون اللي ما بينهم بدنا نروح نشوف هل في ناس at risk انه يصير في عندهم الديزيز؟ هل في ناس تعمل شيرنج لنفس هاي common characteristics اللي وجدناها عند الاشخاص اللي عملوا developing the disease؟ يعني هل في اشخاص ثانيين مثلا راحوا كمان رحله على هاي المنطقه لكن ما صابوا من المرض؟ فبحاول اني اعمل investigation ادور على هدول الناس اللي at risk او الناس اللي بتعمل contact مع هدول الناس المريضين او الناس الكارير او الهيد كيسز عشان احاول اني اعالجهم او اعطيهم بروفيلاكتيك تريتمنت لحتى نمنع استمراريه الاوت بريكس، لانه عم نحكي انه هاي الامراض تنتقل بيرسون تو بيرسون نوعا ما. طيب هلا بعد ما حددنا هدول الاشخاص بدنا نروح على هاي المنطقه اللي احنا اعتقدنا انه فيها مشكله معينه هي اللي ادت الى ظهور هذا الجزء، فبدنا نعمل ايدنتيفيكيشن شو هم الانفايرمنتال فاكتورز ممكن يكونوا موجودين فيها ويؤدوا الى حدوث الاوت بريكس. فمثلا كان فيها والله كونتامينيشن للووتر موجود في هاي المنطقه والناس صحت في هاي الووتر فانتقل لهم الانفكشن، فهذا هو السبب. فهون احنا عرفنا نوعا ما شو السبب اللي ممكن يكون هو ادى الى هاي الاوت بريك. هلا فاينلي عرفنا شو السبب، بدنا نعمل هايبوثيسيس نفسر من خلاله شو السبب، كيف شو سورس اوف انفكشن، كيف بينتقل هذا الديزيز، مين هم الريزرفوار، مين هم الناس اللي اخذت الانفكشن، مين هم الكارير، كيف نحاول نعالجه ونسجلهم ونعملهم ريبورت. اخر شغله
لما اجمع كل هاي المعلومات بدي اوصل لاهم شغله مني، كيف بدي اعمل مانجمنت لهاي الاوتبريك. المانجمنت بتبدا بالبدايه بالتريتمنت للكيسز بالكارير. ليه؟ لانه هدول الكيسز بدنا نحكي عن بيرسون تو بيرسون ترانزميشن، يعني بروجيتد اوتبريكس، هم بدهم يكونوا السورس اوف انفكشن، هم اللي بيقولوها. والكاريرز نفس الشيء. فاول خطوه بين المانجمنت تريتمنت، ممكن تيجي سؤال امتحان او خطوه بالمانجمنت فركزوا عليها. ممكن بعد هيك نروح نعمل بروتكشن للناس اللي ات هاي ريسك والناس اللي سستبل للانفكشن عن طريق انه عندهم كيمو بروفيلاكسيس. هون احنا بنحاول نسيطر على السورسز او الناس ممكن تكون سورس لهذا الانفكشن عشان نقلل من الاوت بريكس، لانه مجرد ما قضينا على السورس فبالتالي احنا منعنا انتشار هاي الاوت بريكس واستمراريتها. بعد هيك بنعمل ريبورت لهذا الابديميك، بنحاول نشوف شو هم الاسباب وشو هم الناس اللي كانت ات ريسك ومش عارف شو، ونحاول ندونها عشان يعني نحاول نستنتج معلومات ونعمل دراسات ومش عارف شو. بعدين بدنا نضلنا نعمل سيرفيلنس عشان نمنع الفيوتشر ابديميك انها تصير. يعني اذا كان السبب هو كونتامينيتد ووتر، فعرفنا شو سبب الكونتامينيشن تبع الووتر، بضل اعمل فحوصات لهي الووتر عشان اشوف اذا في عليها ابديميك صار صار في عليها كونتامينيشن او لا مستقبلا. واخر شغله انه بنحاول نعمل اكسبيرينسز على الايجنت اللي ممكن يسبب الديزيز وعلى كيف بينتقل هذا الايجنت عشان نعمل بعدين بريفنتيف ميجر وكنترول ميجر عشان نمنعهم. هيك بنكون خلصنا لكتشر 9، أتمنى تكونوا استفدتوا، وإلى اللقاء.